هلا احنا مشان شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم فيه حيكون مشترياتي للجامعه. طبعا طلبتوا هاي من هذا الفيديو، وصراحه حتكون مشتريات يعني عشوائيه مو بس للجامعه. فقبل نبلش الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناه اذا قناتي جديده عليكم، وفعلوا جرس الاشعارات. هخليكم مقطع يعني مثل الفلوج هيج قبل لا نبلش بالمشتريات، فاستمتعوا بالمقطع وبعدين نرجع للمشتريات. ترى كل شيء عجبتني ان شاء الله. تريد اريد بس ثاني مطالب المدرسة فارما هذا شيء عادي انا اسوي بيه واحده من اسنان. اي حلو بول هذا شيء كامل ما اغل هو اريد كماشه كبيره. هاي مو حلوه يابا بس قويه. يا الله حلوه. هذا ماي وهاي صمونة. صمونة هاي اللاقة هاي شيء وفي بعض الأشياء الثانية المفردة. يعني أول شيء اشتريته هو عبارة عن بنطلون صيفي أسود، يعني بشدة ما حيفيدني، فأنا كنت ناوي أشتري ملابس أكثر، بس صراحة كل شيء ما عجبني تكون مات عريضة. أنا يعني أحب البناطيل تكون هيك. الشغلة الثانية هو بوتين، جبت بوتين أبيض كالعادة يعني. فأول شيء خليني أشوف لكم حاطين بي جنطة، جنطة العلاقة باعوا شكله شلون بسيط ونفس الوقت حلو صراحة، كلش كلش مريح. ف وبي شاء الله حلوة انه هو لزقة، يعني انا حسيت روحي ابتدائية صراحة لزقة، يعني القطام راح يضوجني وهيج الصبح، فكلش حبيته صراحة. وانه هو جديد كلش حس راح يكون سهل بالتنظيف، واريد اشوف لكم ان شاء الله بي شوش حاطين بالعلبة. لوك هذا اللي حطوه داخل العلم مال احذية، بس شكله كيوت جدا يعني ليش شي كيوت. فاي بس بوتين، وبما انه بوتين فلازم الجوارب. اشتريت جوارب بيضة وطويلة لان انا كلش يعني احب طوال لانه سهلات حجاب هيك. فاي جوارب بيضة. شغلة ثانية دي هذا السيت مال محابس باعوا شلون شكله لطيف. قبل نبلش بالقرطاسية اكو في شي لاخ اللي هو توث باد. طبعا توث باد اشتريت هاي التوث باد كلش كلش لطيفة. طبعا هاي وصيتها بعد شوف شلون كيوت. وجهها تكون سادة وجهها تكون بيها هاي الرسمة. والحبيت شي انه هي قماشها كلش حلو وتكون عريضة، يعني هيج بيها عرض مو بيها طول، فهذا كلش شي حيكون سهل ومفيد للايباد مالتي. فاي هاي حشوفها بالفلوقات مال الكليه.
هسه نبلش بالقرطاسية. أول شيء اشتريت دفتر طبعاً لازم، هذا A5 B60 ورقة، فهذا نفس مال عامي شبه حرفياً يعني، هذا مخطط. والثاني هو هذا، ملف ونفسه كد دفتر. هذا الدفتر معه هو ملف ومالته هاي تنفتح، وأوراق مالته مربعات. ليش؟ كل شيء تفيدني بالرسم يعني، تفهمون شنو يعني رسومات تشريحية، فكل شيء حيفيدني وبهم بي فواصل يعني، فصراحة كلش حبيته. اشتريت هذا البورد ليش؟ لأنه الماستادس اللي اشتريته بالسادس حرفين كسر يعني، فقلت إنه حال الوقت إني اشتري واحد جديد. هذا يكون يعني خشب بس صراحة كلش خفيف يعني، أحس هذا من راح ينكسر قريبا، بس هيجي لطيف يعني بعد شكله كيوت صحيح. وهنا نحط الورقة، أشوف كلش قوية. المهم هذا اشتريت هذا الدفتر، واضحتكم؟ اوكي هذا الدفتر هو دفتر يوميات، تمام؟ يعني شنو دفتر يوميات؟ يعني اكتب يوميات. نبدأ بالأشياء اللي ما لها داعي، مثلاً هذا هو إله داعي أنا يعني بالنسبة لي، بس ما تقول لي هو ما له داعي. كنت ناوي أجيب ألوان بس حرفياً وصلت وتاري جاني هيك لون. اشتريت هذا السيت مال الاقلام، صراحه هاي النوعيه كلش حبيت يعني مالتها، الاقلام هيك كلش يعني ملمسها كلش لطيف يعني. اي هايلايت بس طبعه شكله شلون كيوت هيك صغير، وباستيلي اني يعني هواي كنت اشوفه يكون باستيلي، فقلت هالمره خلي اجيب باستيلي، وصراحه هذا كلش كيوت عبا قلمه الحمراء وهيك شيء عشكه. طبعا فاتحته كلينس مبلل وكل ما تميني، هذا يفيد بجنطة الكلية صراحة، يعني أنصحكم تجيبون شيء كلش حيفيدكم. اشتريت شيء ثاني ما له داعي اللي هو هاي اللواسق باعوا شكلهن يعني واش تيب. الدفتر اليوميات اشتريته هو سادة، فهذا حيكون هو التزيين مالته بعد مثلا هذا اللون. من جين داشتر من ابو مكتبة انطاني هدية اللي هو هذا القلم، اكيد شايفي قلم يكون على شكل عماية يعني طالب الطب وكذا، بعدين جربه. شي ماله داعي تشوبستيك، انا عندي اصلا تشوبستيك وهو، بس حبيت اني اريد اشتري تشوبستيك خشبي، فهذا تشوبستيك خشبي. اشتريت لي هذا الكليب ما الشعر او قراصة سهلة، المهم كلش كيوت وهي هسه كلش تريندي، وصراحة كلش 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 مفيدة، انا جربتها كلش يعني، هي تهزم الشعر وما تأذي الشعر، وانا شعري يعني طويل وثخين، فهاي كلش حتكون مفيدة لشعري. فاي طبعا مو للدوام يعني، بس داخل البيت، بالدوام احب اسوي صبيرة وافضها يعني حتى راسمي يوجعني. اللي هو كفر، اشتريت كفر كلش هابي الوان الوان سعيده وهيك، انا مو كلش عجوائي بس حبيت اشتري كفر يكون ملون، ف يعني حسيتها كيوت صراحه. فا اي بس يعني اقول لكم اللي هي غراض الرسم. اشتريت هاي الاستيله،
اللي شاف الفيديو الاخير اني كنت استعمل معون وان دال من الالوان الماتي كانت موجودة، فاشتريت هاي عمود الدمج. اعتقد انه هيكون كلش سهل بالتنظيف، مفروض يعني. بس يعني شريت هاي للتطريز، ليش الماتي كلش عملاقة وكلش مزعجة، هاي كلش حلوة صغيرونة فحتكون كلش سهلة بالاستعمال. اشتريت هاي السكينة مال راشن، وصلتها اصغر جتني اكبر، فخلوني ما اريد اتعارك. هتفيدني بهذا الشيء اللي هو عجينة، ايه هذا عجينة، العجينة السيراميك. اريد اسوي لكم بها محتوى فانتظروا قريبا. هذا الشيء القبل الاخير اللي هو كل شيء بيع. اشتريت ست لوحات على مود ما ننسى انه يرسم، فكون بي 4 قطع لايك ذس. صراحة اسهل اني اشتري قطع هيك احسن ما اقعد ها يا قياس اخذ، فاشتري جسيت وافضها. اخر شي اشتريته اللي هو هذا العطر، العطر الاول اللي هو خلطة، مفروض عد يعني هذا بطعم سي، فكلش يعني انا صراحة كلش حبيته. انا علاقتي بالعطور الخلطة، بس هذا واحد ثاني عطر بربري المفروض، يعني هاي تجربة جديدة اول مرة يجيب هيك خلطات وهيك، فاي. وهذا كان الختامية. نهاية خلاص فيديو المشتريات، ان شاء الله عجبكم. هي صراحة مشتريات عشوائية اكثر من تكون مشتريات الجامعة. اذا شريت اشياء ثانية للجامعة راح تشوفوها اكيد بالفلوقات الجاية. واخير شيء احب اقول لكم، لا تنسون تحطون لايك وتشتركون بقناتي اذا قناتي جديدة عليكم، فعلوا جرس الاشعارات حتى يجيكم اشعار الفيديوهات الجاية اللي حيكون عندنا محتوى الجامعة. واخيرا ولو انا مكنتش متحمسة ما اريد اداوم، اتمنى يعجبكم فيديو. لا باي ولا هلا، الله وياكم.